برقم أعمال يفوق 120 مليار سنتيم، يحقق المجمع العمومي فيروفيال وثبة هامة منتهجا سياسة تنويع الإنتاج من تصنيع القاطرات إلى الحاويات ومختلف منتجات المناولة الصناعية، خاصة بعد أن تدعم مؤخرا بالمعدات الحديثة. كل العربات الموجودة السكك الحديدية الموجودة اليوم على المستوى الوطني قد تم صناعتها على مستوى هذه المؤسسة، استطاعت أن تصل إلى تحقيق رقم أعمال يفوق 120 مليار سنتيم، بدلا من الرقم الذي كان في السابق لا يتعدى 16 مليار سنتيم، وهذا كله من نشاطات جديدة. جبنا لي ماشين جديدة، دونك هذا المجال فتحنا عدة أبواب في تحسين منتوجية المؤسسة من ناحية الجودة، من ناحية المدة الإنتاجية. مجمع فيروفيال الذي تصل طاقته الإنتاجية الشهرية إلى 70 عربة يعتمد على الإنتاج المحلي في مختلف مراحل عملية التصنيع بنسبة إدماج تعادل 70%، كما يساهم بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتكوين الكفاءات الوطنية. اليوم لطو دانتيغراسيون أو العربة 70% من مكونات العربة تصنع في الجزائر، وبقى 30% اللي هي فقط ما يسمى بالكوابح وليزيسيو. هناك شركات معروفة على المستوى العالمي مضوا بروتوكول داكور مع شركة فيروفيال على أنهم يصنعوا هذه المعدات على مستوى الجزائر، على مستوى فيروفيال، حتى تصبح العربة التي تصنع في الجزائر 100% جزائرية. نخدموه الفاجو من الصفر ولا نديروا له لونتريتيان تاعو زوز، ولا نعاودو كيما يقولوا اعاده تراسكالا هكا ونعاودوه ا زيرو، مونطيو لي بوين فيكس تاعو، لا تيوتري تاعو، الفرمالات، فرين سيستم دي فريناج، يعاودوه صنع جزائري نجم تقول 100%. استراتيجية فيروفيال في تنويع النشاط والمنتجات دفعت بالمؤسسة لتلعب دورا هاما في قطاع صناعة تجهيزات السكك الحديدية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تقليص الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.